بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا يسر لنا المحاسن وابعد عنا كل المساوئ يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. إن شاء الله نختم هذه الآية وناخذ عبرة أخيرة، هي ولا يكتمون الله حديثا. يعني غاديك مش تجد على نفسك، كتابك شد عليك وأعضائك وخلاياك شادوا عليك، بحرت عليك وقيت الزنقة ما تسلكش، ولا هرب مما أنت فيه من ورطة وكشف حال. ربي يقول في شأنك وشأن أمثالك ولا يكتمون الله حديثا، يعني مش تعرف بأنك يعني كنت من الضالين، ولعل عب بك شيطان رجيم وهو عدو مبين. أما وقت تستعرف بهذه الحقائق بعد فوات الأوان الدنيوي، ما لا كنت تجم تبرطع كما تحب، وتجم تبدل الوجه كما تحب، تيكوريج لي تير. أنت ما لا رفضت أن تحسن من أحوالك وتشد طريق الإرضاء الإلهي، وقت اللي أكل الطريق ذاك بشأنه يعطيك ربي وبفضله يعطيك ربي سبحانه وتعالى قلبان أجرامك إلى محاسن، وتكون في أعلى عليين مع المقربين من رب العالمين. والسلام على من اختار السلام هنا قبل أن يدفع إلى الآخرة فيلقى حسابه عسيرا، نسأل الله السلامة.